ومشينا النارا مدينة الغزلان اللي مشهورة في اليابان. وحبينا نشوفوا كيف يخدموا الموتشي اللي هي حلوى يابانية، وبالك بزاف منكم شاف هذا الفيديو. تعالي صنعوا الموتشي اللي مالوغوزمون مشينا لهذيك البلاصة وما كانوش يصنعوا الموتشي، كان ديجا واجد وكانوا يبيعوا فيه. البارك تاع نارا بلاصة شابة بزاف، فيها بزاف التماثيل اليابانية والمعابد البوذية واللاشينتو. مالوغوزمون مشيت في الفاكونس تاع الصيف واللي كانت فريمون سخانة في كانساي هذاك الوقت، كوكو هاديك شوفوا كيفاه علموهم الانحناء تاعهم، حتى الغزلان ينحنوا كي يشوفوا اليابانيين ينحنوا. كاويني. وفي وقت الغداء اوغوزمون جينا واحد الغيستوران يهبل، هي دار وكان الام وبناتها هما اللي يطيبوا، بصح تحس باللي فريمون راك تاكل ماكله تاع الدار وتحس واحد الجو عائلي. It was like the best part of the experience. البارك تاع نارا ما فيهش غير الغزلان، فيه كثير من البنيان الياباني من الطراز القديم، وكي تقرب منه وتشوف لي ديتاي تاعو على قرب تحس كيفاه اليابانيين يحافظوا على كل تفصيل من تفاصيل الثقافة اليابانية. وهذا المعبد الكبير فيه أكبر تمثال البوذا في اليابان، ودوك نشوفه. نقد ما نحاول نزومي بلا كام، ماشي كيما كي تشوف بعينك، تبقى واحد لي ديتاي لازم فريمون تشوفهم بعينيك كي تقرب ليهم. وهاوليك باباهم. مرحبا بكم في الأكواريوم تاع كوبي. مشينا كملنا رحلتنا لكوبي اللي هي أيضا من أفضل المدن في اليابان، وكان لازم علينا ندوزو على الأكواريوم لأنه فيه كثير من أنواع حيوانات اللي أول مرة شفتها في حياتي.
مكاش كيفاه تمشي لكوبي بلا ما تشوف المسجد تاعها اللي هو اقدم مسجد في اليابان. وشاءت الصدف اني نمشي له مع واحد هندوسي، وواحد مسيحي، وواحد يهودي. اجتمعت كل الديانات ومشينا لمسجد اسلامي باش نحظى بمناقشه مثيره مع الامام تما. وشاءت الصدف تان إني نتلاقى يابانية أسلمت في نفس اليوم في البار تاع كوبي. كوبي بلاصة شابة بزاف، والبار تاعها يحكي حكاية الزلزال اللي ضربها ودمرها، وكيفاش اليابانيين عاودوا ناضوا من جديد كالعادة. مالوغوزمون ما عطيتهاش وقت بزاف، سي بور سا لازم نرجع لها مرة ثانية ونزيد نديكوفريها أكثر وأكثر.